مورد آخر هم أخلاقي يسبب انحراف، الغرور العلمي. شنو؟ غرور علمي. يعني شنو غرور علمي؟ مشكلة ما أريد أجيب مثال خاف أصحاب المثال يتحسسون منه، ما أريد أسيء لأحد، بس هو بعض الأحيان أنت مجبور تكون تجيب مثال حتى الأمر يتضح. شنو تسوي يعني بتحيره؟ فخلي أتكلم بشكل عام، إنسان وصل إلى درجة علمية عالية في اختصاص من اختصاصات العلم، بس هذا الحكي بعد بيشي هو ما بيشي، يعني ما شخصنا يا اختصاص حتى أهل الاختصاص يتحسسون شوية. فخلنا نتكلم كلش بشكل عام حتى ما حد يتأذى. هذا الغرور العلمي أهم نخليه ضمن العوامل الأخلاقية. إنسان وصل إلى درجة عالية من درجات العلم في مجال من مجالاته، بعد أكثر من هالعموم شنو أسولف بعض، وحصل شهادة معينة بذاك الاختصاص. فلما حصل شهادة معينة بذاك الاختصاص يقول أني أرجع الفقيه، أني أرجع الفقيه، أنا رجل عالم، أنا عندي شهادة، أنا عندي كذا، أنا باختصاص بروف، شنو أرجع الفقيه؟ شنو أرجع الفقيه؟ على شنو أرجع الفقيه؟ أنا مو عالم، هو عالم وأني شنو؟ وأني عالم. هتش يقول غرور علمي ومو غرور علمي. هذا الغرور العلمي يسبب انحراف جانب أخلاقي، يعني عامل أخلاقي الغرور، عامل أخلاقي الغرور هتش، مع أنه هو هذا نفسه اللي محصل شهادة بهذا الاختصاص، لما يريد يبني بيته يرجع لصاحب اختصاص بالهندسة. صحيح يا ولا؟ زين ليش ما تقول أني عالم؟ إيش معنى أرجع الصاحب اختصاص بالهندسة؟ أني هم أبني بيتي. يقول لا، أنا مو اختصاص بهذا الجانب الهندسة، أنا اختصاص بجانب آخر، فأنا أكون أرجع للمهندس حتى يبني لي بيتي. هنا أنا ما يقول هاي الحكاية، ولكن بالدين يقولها، مع أنه الدين هم اختصاص يوم اختصاص اختصاص. أنت اختصاص بمجالك على العين وعلى الرأس، بس بالدين أنت هم كون ترجع صاحب الاختصاص، مثل ما ترجع بناء البيت بصاحب الاختصاص، يو بالطب الصاحب الاختصاص، صير بروف، صير فوق البروف بالجانب الديني، كون ترجع صاحب الاختصاص فتأخذ منه أحكامك شرعي، لأن أنت مو اختصاص بهذا الجانب، هذا الجانب بأهل اختصاص تكون ترجع لهم. الانحراف بعوامل الأخلاقية منا يبدي، منا يبدي. طبعا هو بس يقول ما أرجع للعالم، شو أسوي بالعالم؟ ما أريد العالم، بدت المشاكل. بعدين مو العالم، ما توقف القضية عند حدود العالم. بعدين يقول أصلا أنا هو الدين، أنا عندي نقاش في كثير من مفردات الدين، هو ذا دخل بعالم الغرور بعد يتوقف عند حد؟ ما يتوقف. زين تبقى القضية يم الدين، الدور يقول الدين عبارة عن قراءة بشرية، قالوها يو ما قالوها، اللي يتابعون الشأن الثقافي يعرفون شنو أقول، الدين عبارة عن قراءة بشرية، أنا هم من حقي أعترض، ومن حقي أنقض، ومن حقي كذا، ومن حقي كذا. بعد فترة من الزمن أصلاً الشوفة لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله ولا يؤمن بكل شيء وداخله وخلص. هي الخطوات تبدأ من خطوة أولى، الخطوات تبدأ من خطوة، إذا مشى الخطوة الأولى بعد ما يتوقف، ما يتوقف، استمرت الخطوات.